أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة، والتي تمتد لتاريخ طويل من التحالف والتعاون والتنسيق المشترك، خاصة في الشؤون السياسية والدفاعية والعسكرية. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير مساء أمس سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ومعالي السيد توبياس إلويد وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، يرافقهما سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين والجنرال كريستوفر ديفريل قائد القوات المشتركة البريطانية والسيد دومينيك ويلسون مدير عام السياسة الأمنية في وزارة الدفاع البريطانية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في منتدى حوار المنامة. ورحب صاحب الجلالة حفظه الله بأعضاء الوفد البريطاني الزائر واستعرض معه مسار العلاقات البحرينية البريطانية، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها على كافة المستويات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد جلالته بالدور الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وجهودها وإسهاماتها البناءة في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في العالم التي تدعمها المملكة بشكل دائم. كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات ومجمل الأحداث الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى أهم القضايا الراهنة التي يناقشها منتدى حوار المنامة، حيث أكد جلالة الملك المفدى أن السياسة الخارجية للمملكة تنص على ضرورة تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم أجمع، وأن استضافتها لهذا المنتدى الهام تأتي من منطلق قناعتها الراسخة بأهمية الحوار واعتباره الوسيلة الأنجح لتحقيق تطلعات الشعوب وإيجاد حلول فعالة وسبل إيجابية لمواجهة التحديات الراهنة. من جانبهما أعرب وزيرا الدولة لشؤون الشرق الأوسط والدفاع بالمملكة المتحدة عن تقديرهما لجهود جلالة الملك المفدى في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، مشيدين بدور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة في إرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة.